المحاميه على الرغم من انها اثبتت الجداره ديالها والاستحقاق ديالها سواء على المستوى الشخصي او على المستوى العملي، ما استطعتش انها تقتحم القلعه الحصينه منذ عهد الاستعمار الى اليوم وهي انها تصبح نقيبه. حنا كنقولوا بان المراه سعت جاهده في مختلف الهيئات ديال المغرب على انها تقدم الانتخابات كنقيبه، ولكنها كانت تواجه بالعقليه الذكوريه اللي مازال كتحكم المجتمع ديالنا، لان وان كنا نتحدث عن فئه هي نخبويه فهي ما كتختلفش على الفئه العاديه او المجتمع ككل اللي مازال كتحكم فيه مجموعه من الموروثات التقليديه. طبعا هذا طموح موجود وكنعتقد بانه طموح مشروع ان المراه المغربيه توصل للمنصب النقيب، لكن مع الاسف انه القوانين لا تسعف وكذلك العقليات الموجوده لا تسعف، لانه حنا في مجموعه ديال الهيئات ما يعني حتى العضويه راه ماشي المرأة المحامية غير متواجدة بنسب كثيفة في المجالس، كاين بعض المجالس التي لا توجد بها أي محامية كعضوة مجلس، فبالأحرى أن تصل إلى منصب النقيب. ولكن أنا من هذا الموقع كان ندعو المحاميات أنهم يترشحوا بعدا، حيت كاين بعض المرات كاين سبب ذاتي أن العديد من المحاميات ما تيقدوش يترشحوا تيخافوا من أنهم ما يصوتوش عليهم زملائهم زميلاتهم، ولكن أنا كنعتقد بأنه خص المحاولة الأولى والثانية والعشرة، تنقول أنا بأنه زميلاتهم كذلك خصهم يقتحموا هذا المجال ديال الترشيحات سواء على مستوى العضوية للمجالس أو على مستوى منصب النقيب، ويجب أن يقتنع الجميع محاميات ومحامين بأهمية دور النساء في صنع القرار ديال المحامين. تكون كل ثلاث سنين، وأنه احنا تنطالبوا بالمناصفة، وأن الفصل 19 من الدستور عاطينا هذا الحق ولكن لحد الآن لم يتحقق. علاش؟ لأنه هناك حنايا بالنسبة للانتخابات اللي تتكون ديال المجالس وانتخابات النقباء، فإننا دابا بالنسبة للانتخابات خاص تكون العضوية ديال المرأة أولا، من بعد ذلك عاد يمكن لها الترشح لكي تكون نقيبة. ولكن ما دامت الآن كاينين تبارك الله كاينين عضوات في المجالس، فتنتمناهم الله سبحانه وتعالى يتقدموا الزميلات يكونوا نقيبات، وأن هذا النقيبات إن شاء الله تا هما راه غادي يعطوا ويدلوا الدلو ديالهم في هذه المهنة بجد. وهناك مجموعة من المحاميات اللي طرحوا نفسهم في الترشح لمنصب النقيب. أنا في سنة 1996 ترشحت لمنصب النقيب، أول مرأة في المغرب تترشح لمنصب النقيب من هيئة مراكش. وفي سنة 2002 الفترتين المواليتين الآن ترشحوا ثلاث سيدات أخريات، ولكن بالأسف أنه العقلية الذكورية لا زالت سائدة بين في مجتمعنا، حتى بالنسبة للنخبة اللي هي المحامين، وحتى بالنسبة للسيدات من المحاميات اللي لا يصوتن لصالح المحاميات. بالأسف أن هذا واقعنا، تنتمناو أننا نتشجعوا، وحنا ما عمرنا غنفقدوا الأمل وغنبقاو نناضل من أجل أن المرأة تصل إلى منصب النقيب إن شاء الله. كي قلت في سنة 1996 عندما ترشحت كنت أعرف أنني لن أجتاز إلى المنصب، ولكن كنت أريد أن أجتاز الصدمة، لأنه كان أول ترشيح في المغرب كله، وبغيت باش نحيد الصدمة الأولية ديال ترشيح سيدة لمنصب النقيب.